قول السلام عليكم. انا هاني ذا اجن هذا مقران عندك النغ اعشي النغ عبد اللطيف لطفي اعاد نغد باش كيس نكس المغاب داني تاتي دي سانتا كولوما دي غرامانيت نش كيغي جن فرح حتى مقرانت بوركي زريغ دا يوذن يتقن الرياضة وسيدي يمدو كان هو نزري دي 5 سنين 6 سنين 10 سنين نزري هندا ايوا نقاش نفضوار نكز المغاب يفحان الطاس باش نو نشين ومن فاح الطاس يمدو كان ما غاش المرض هو تقيم ديال الماكلة التغيماد باش يزن يزار الجونيت نقد صلاة الرحيم ايوا سيدي نشان سوا نشكاري يماري وداني ديوسين ايوا نتراجع نفكات في قديمين الحاجة الجديد الحاجة تام قرانت كاش بويا ديتيل بارا نوسوترو غيس اون ديا موي جراند على انكونتارنو كون نوستو اميغو عبد اللطيف كي استا ريونيون كي مو هيتشو اكي هيموس روتو لايونو y hemos encontrado amigos de hace 7, 8, 10 años que no hemos encontrado y gente, deportistas, sobre todo yo, que me he encontrado con un amigo mío, Dries Lacuella, un gran deportista que hacía años que no había, que seguramente lo veremos en la próxima cursa del Corte Inglés el día 7. بارك الله فيكم. انا كتعرفوني كانت الشباكيه كنعرفوها كنهضروا كل شيء حاجه بالعربيه امازيغيه واسبانيوليه. اون اغراديتيمينتو كنشكركم كاملين الاخوان اللي جبناهم بزاف سنين ما تلاقينا. ايوا سيدي بارك الله فيكم نخليكم في التسال الله يعاونكم للجميع الله يعاونكم. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا الان كنتواجدوا في سانتا كولوما دي غرامانيت برشلونه. اليوم كان عندنا واحد الافطار نقدروا نقولوا عائلي. جمعنا الاصدقاء ديالنا من سافاديل مدريسا فيراسا ماتارو المهم جميع انحاء كاتالونيا. كما كتعرفوا افطار يعني فيه صله الرحيم فيه واحد الاجر كبير. الحمد لله حنايا زعما جد مسرورين بزيارة الإخوة ديالنا اللي زارونا اليوم، وكنتمنى إن شاء الله نتلاقاو في مناسبات أخرى. وبالنسبة وبهذه المناسبة هذه كنذكر كنشكر الأخت إكرام شاهين السيدة القنصلية العامة للمملكة المغربية بطراكونا على الإفطار اللي عملاتو خصوصا ملي عرضو الجالية ديال اليهودية. هما كيعتبروا يعني يعتبرونا يهود مغاربة. حقيقة إفطار من أجل السلام من أجل التعايش. حنايا ديال الحمد لله دين التسامح. ودائما كنقولوها يعني بالنسبة للمبادرات اللي كنعملوا ولا المناسبات أي واحد مرحبا به وكنتعاونوا مع أي واحد. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم كنتمنوا ان شاء الله بحول الله المناسبه هذه كنبلغوا السلام ديالنا للعائله اللي في المغرب وكنطلبوا الصحه والعافيه للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله. مسرورين اليوم في هذه الليله المباركه اللي جمعنا هذا الاخ لطفي وجمع الاحباب والاصدقاء القدام ديال برشلونه الصحيح كامل هنا. وكان واحد الحفل اسراوي وجينا من المسجد تصلينا صلاه التراويح اليوم كانت الليله نجعلوها مقبوله من ربي ان شاء الله والله يجعلنا مقبوله ان شاء الله. اعتقنا من الايران ان شاء الله ومن بعد جينا عند السي لطفي اللي كبر بينا وعرضنا لهذا المنتدى حفل صغير جينا عندنا والاصدقاء اللي صلة الرحيم والتعارف مع الاخوة اللي ما شفناهمش ما عرفوش الناس قدام برشلونه. كنقولوا من هذا المنبر ديال السي امين شكرا جزيلا وشكرا لكم وانتم على هذا الاستضافه ديالكم وعلى العمل اللي كديروا وكل عام وانتم بألف خير. تحياتي سيدي امين. السلام عليكم. سيدي عرضوا لنا واحد الفطور يعني بلا دوايا وجينا نتقبلوا مع واحد السيد صاحبنا يعني صاحبنا كبير
يعني قديم، وتلاقينا مع ناس يعني قدامين بزاف، ما شفناهم شي يعني تقريبا 10 سنين 15 عام. وتبارك الله جاز هذا الافطار جماعي معتبر يعني الحمد لله والشكر لله، ويعني افطرنا مع بعضنا كاملين، وكانوا هنايا بعض الرؤساء الجمعيات ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. واذا كاين باغي يعني مره الواحد يتذكر صاحبه. وشكرا على السي عبد اللطيف اللي عمل هذا الفطور، وكان في المستوى. السلام عليكم، اليوم جينا عند الاخ لطفي، عرضنا الله يجازيه بخير، اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. والاخوان ماشي اول مره اللي سي لطفي مسكين الرحالي اللي كي عرضنا، دائما الحمد لله هذا الراجل هذا فيه الاكرام، ودائما الحمد لله والشكر لله، ونتمنوا من الله عز وجل يوفقه في العمل ديالو، والله يجازيه بخير. اخوان ديما كيجمعنا الصراحه، وكندوزوا واحد الاجواء د رمضان مزيان الحمد لله. والجاليه الاخوان دائما حنايا معروفين بالاكرام، مغاربه معروفين بالاكرام، والله يجزيكم بخير الاخوان. وكنشكروا الاخ امين اللي الصراحه دائما مسكين كيعطينا فرصه ونتكلموا على وكيجمع على الوطنيه، ديما نروح الوطنيه. فكنشكرك اخي امين، وكنشكروا الاخوان ديالنا اللي جاو عندنا كاملين بهم سانتا كولوما دي غرامانيت، وكنشكروا الاخوان اللي جاو من برشلونه، وجاو اخوان بادالونه من سانغرلين، جزاهم الله خيرا وشكرا اخي امين، وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم.